اهي يا جماعة، من الوسائط اللي في النص اللي في الدايرة من فوق عشان اختار خلفية كده، واختار خلفية تاني وليكن دي مثلا. شايفين يا جماعة دي صورة بحر. الناحية اليمين جنب المقص في النص في مربعين جوه بعض، هضغط عليهم هضغط عليهم ثانية كده بس العصفورة دخلت لنا هنا. هضغط على المربعين، أعطاني بدء الوظيفة وإنهاء الوظيفة. الصورة صغيرة فأنا عايزة أكبرها، أنا هكبرها زي ما بكبر على شاشة الموبايل، بشدها بصوابعي أهي على الشاشة الكبيرة، شايفينها؟ أنا بكبر على الشاشة الكبيرة وهسيب دي خلاص كده. أنا من فوق وهروح للتانية إنهاء الوظيفة تحت، هضغط عليها واروح مكبرة من تحت زي ما انا عايزة. مثلا عايزة الصورة تنتهي في القاع، تمام، ونشغلها كده نشوف. هي الصورة بدأت من فوق زي ما حددناها وانتهت تحت في القاع، وضحت دي يا جماعة ولا لا؟ الأستاذة اللي سألت أنا ممكن أحط صورة مش متحركة وتتحرك على الكين ماستر؟ آه طبعا ممكن. هنا من الطبقات، بس أنا هشيل الزوم بتاعها علشان تبقى واضحة أكتر لينا. احنا هترجع أرجعها زي ما كانت أو كده عشان تبقى واضحة، وهضغط يساوي. لو أنا ضغطت يساوي اللي في النص دي هتظهر الصورة عادية، يعني مش هتبقى فيها زوم، مش هتتحرك زي الصورة المتحركة، هتبقى صورة عادية. هضيف ليها فين الوسائط أهي، هنضغط على صورة السمك ده مثلا. دي صورة مش متحركة، دي صورة عادية. عايزة أعمل لها تحريك، اهو احركها زي ما انا عايزه على الاتجاه اللي انا عايزاه او يريحني يعني، واضغط صح. حضرتك ضغطت على ايه؟ على حركة داخلية ولا على ايه؟ نعم، رسوم لا متحركة. انا ضغطت على ايه؟ رسوم متحركة داخلية دي؟ لا حضرتك دي اللي هي الإشارة بتاعت تدوير الصورة، أول واحدة من فوق، إن أنا أدورت غيرت اتجاه الصورة بس. اوكي. أنا الصورة جايباها من عندي حضرتك، أهي بكبر وأصغر من السهم اللي تحت ده زي ما أنا عايزة، تمام. أجي من تحت أروح شادة الصورة بتاعتي، أطولها معايا شوية، تمام. وشايفين الناحية التانية اللي على الشمال في مفتاح، شايفين المفتاح؟ في الجهة الشمال، تمام، الناحية الشمال في مفتاح أهو، في دايرة كده، في دايرة. في دايرة فوق الباسكت بتاع المهملات في مفتاح،
تمام معانا؟ تمام يا فندم، كملي. حضرتك أنا هحط إيدي على السمكة، أحرك السمكة وبحرك سنة تحت الشريط معايا، أحرك السمكة وأحرك الشريط معايا كأنها إيه بتعوم، وأحرك معاها الشريط، أضغط على المفتاح، أحرك السمكة، كل حركة للسمكة فوق أحرك قبلها الشريط إيه معايا. مثلا حابب هنا الشريط إيه، يعني ولا ازاي؟ بسحب الشريط معايا، يعني أحرك واحدة فوق واحدة تحت. تسحبي من اهم جزء يعني. الصورة بتاعت السمكة أهي، علامة الزائد اللي تحت دي يعني؟ لا مش علامة الزائد، الصورة بتاعت السمكة تحت، الطبقة بتاعت السمكة، انت شايف يعني هي اللي انا حاطه ايدي عليها اهو، اهو الشريط اللي في ايدي، المشكلة ليه؟ الشريط اللي مؤشر فوق. الكرة مش جاي على الشاشة ليه؟ الشريط الأصفر اللي تحت ده هي بتشده وبتسحبه وتزود بيه المساحة بتاعة السمكة أو بتقللها. الكلام ده الشريط مش اللي واضح تحت يا خالص جماعة، ما فيش إمكانية مؤشر الفرع ده على الشريط الشاشة. لونه مختلف أصلا، الشريط لونه مختلف، لونه أصفر، هي بتشده بيديها، ده سحب باليد باللمسة على الشاشة. حضرتك بتشديه بإيدك، حضرتك بتشديه بإيدك. تمام يا أستاذة، كملي. شفتي أهي، بصي المنظر، السمكة تمام. هي مش متحركة، بس اداني هنا إحساس إن هي متحركة. أهي تاني، أعملها لك تاني. طيب لا خلاص، تمام. تمام.